الأردن أنا رأيي مربك كثير، لأنه الأردن للأسف يعني سلم قراره للأمريكيين. القاعدة الأمريكية بالأردن عندها صلاحيات مطلقة ولا تحتاج لإذن ولا لاستئذان، وعندها شبكة صواريخ والطائرات الأمريكية تدخل الأجواء الأردنية وتعمل اللي بدها إياه. بالتالي استخدام الأجواء الأردنية لمواجهة أي عمل إيراني أو مقاوم ما بيقدر الأردن حتى لو أراد، بحكم أنه خلص سلم المفاتيح، يعني ما عاد بإيده القصة. وبالمقابل الآن بقوة المعادلة الجديدة وظهور قوة إيران ووجود حركة شعبية في الشارع متضامنة مع فلسطين ومع غزة، أنا بعتقد أنه لن يستطيع الأردن أن يمنح الموافقة على استخدام إسرائيل للأجواء الأردنية في عمل ضد إيران. وهون بدي أقول خلينا ننتبه على شيء. إذا الأردن والأمريكي حريصة على فكرة أنه النظام بالأردن ما يضعف، مش أنه بيتمرد عليه الأردن، هذا الأردن هش وهو شريط جغرافي رقيق وهو على حدود فلسطين 360 كيلومتر، وإذا هذا الأردن اهتز وضعف النظام فيه ما حدا في سيطر على الوضع. حدود إسرائيل تصبح، حدود فلسطين المحتلة تصبح مفتوحة. نرجع منشوف عمليات مثل قبل 68 و69 وصولا لمعركة الكرامي ب 68، الجيش الأردني بيصير بوضع آخر. لذلك نحن قدام وضع مختلف. الأمريكي بس يلاقي الوضع بالأردن عم بيرج بيهدي وبيقول له للإسرائيلي لا تلعب. طيب إذا الإسرائيلي ما بده يستعمل الأجواء الأردنية، وعلى كل حال الأمريكي إذا ما له مصلحة بالرد على إيران له مصلحة بأنه الأردن يقول أنا ما بسمح بالأجواء، وبالتالي هذا بيكون أحد عوامل صرف النظر عن الرد، لأنه ما عنده محل تاني. بشو بده يرد الإسرائيلي؟ إذا بده يستعمل الطيران اللي هو فائض القوة الأساسي الذي يستطيع أن يتحكم فيه ويستثمر عليه، بده يمرق بالأجواء الأردنية. من بده يمرق؟ ما عنده. من تركيا يعني بروح بحر تركيا فيها تمرقوا على إيران؟ بده يمرق من أجواء الخليج، الخليج فيه مرقوا على إيران؟ في عنده الأردن، والأردن واضح هلا الكلام أمام مجلس الأمن يعني أعلى مستوى في العلاقات الدولية عم يطلع يقول أنه نحن ما فينا، أجواء الأردن مغلقة. لذلك أنا رأيي أنه الأردن واضح أنه في قلب معادلة توازن جديدة فرضتها معادلات المنطقة الجديدة، وبالتالي هذه المعادلات الجديدة يعني ستنعكس إيجابا لصالح معادلة قوى المقاومة ومحور المقاومة والمواجهة مع إسرائيل.